الخير على كل متابعي قنوات الكاس الرياضية أينما تواجدوا، سواء أمام الشاشات أو حتى عبر الإذاعة. أهلا وسهلا بكم في برنامج قبل اللعب وحلقته الأخيرة التي سننقل من خلالها طبعا كل ما يدور هناك في الكويت قبل المباراة النهائية التي تجمع عمان بالإمارات. هو اليوم الأخير لهذه البطولة، ولكن بالتأكيد سيكون لنا مشوار وتواصل في قادم البطولات الخليجية. ورحب بضيفي طبعا العزيز والزميل الكابتن فرج لهيب. عبد العزيز، أقول لك مساك الله بالخير عقب يومين راحة. أعتقد يعني اليوم الأجواء في المباراة النهائية غير، اليوم النهائي في بطولات الخليج غير. دائما بطولات الخليج تجي فجأة وتنتهي فجأة، للأمانة تعيشنا أيام حلوة وفي نهايتها دائما تكون أليمة لأنها خلاص راح تنتهي البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مسي عليك وعلى السادة المشاهدين. الناس ما قلت يوسف، يعني أول شيء نهني الفريقين المنتخب العماني مع منتخب الإماراتي وصلوا للمباراة النهائية. أعتقد هذه بحد ذاتها بطولة إن شاء الله يقدمون مستوى ممتاز، يعني تليق في الكرة الخليجية، والنهائي يكون ختامها مسك، تكون أجواءها ممتازة، اللعب يكون ممتاز ومباراة جميلة الكل يستمتع فيها، هذا الأهم. ونفس ما قلت يعني إن شاء الله تكون أجواء جميلة ويكون ختامها مسك بإذن الله. أنت اليوم كلاعب في بطولات الخليج في آخر يوم دائما شو يكون إحساسك؟ أنت طرف في النهاية أو حتى مش طرف في النهاية، آخر يوم في البطولة؟ لا شوف، خلنا نقولها طرف بالنهاية أحلى تكون. شوف أكيد يعني لها حسابات أخرى، يعني المباراة النهائية دائما تخرج عن الحسابات التكتيكية وحسابات أخرى، فيبقى لك اللاعب نفسه شنو إبداعه، شنو تقديمه، وشنو أجواء المباراة النهائية، لأن المباراة يعني راح تكون صعبة، لها طابعها الخاص، لها إثارتها بعيدة عن أمور التكتيكية، راح يكون التحضير الذهني أفضل من التكتيكي. صدق أنا أتفق معاك أن في المباراة النهائية كل شيء يكون صعب، حتى إجراء اللقاءات شيء صعب. خلينا نروح على طول حق عبد الرحمن محمد هناك في استاد جابر مع ضيوفه في أرضية الميدان. عبد الرحمن، مع آخر يوم أقول لك مساك الله بالخير، كلمني عن الأجواء اليوم في المباراة النهائية، أجواء الملعب طبعا، الأجواء أيضا الجماهيرية، التحضير كيف كان من قبل الموجودين؟ مساك الله بالخير. بداية أبو سلمان، تحية لك وتحية لضيفك ولكل مشاهدين الكرام عبر قنوات الكاس الرياضية. ردا على سؤالك أبو سلمان، حقيقة أنا من الأمس وأنا قاعد أعيش أجواء النهائي. ليش؟ لأن أنا متواجد في 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 فندق إقامة المنتخب العماني، وبالتالي كان هناك توافد مستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل لرؤية المنتخب العماني من قبل الجماهير، لرؤية حتى أي شخص من الكادر الفني او الكادر الاداري. اجواء جميله يوسف، فقط يعني انا يمكن غطيت بطولات خليج كثيره قبل هذه البطوله، لكن بالامانه ما شعرت بوجود نهائي مثل هذه البطوله بهذا القدر، لان مثل ما قلت لك قبل شوي بان عشت الاجواء من 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 ليله الامس، والجماهير العمانيه تحديدا كانت جايه باعلامها وباهازيجها حتى في لوبي الفندق، وبالتالي كانت اجواء اكثر من رائعه. أبي أقول كلمة قبل لا أنساها، خاف أنساها في 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 ختام البرنامج. حقيقة يوسف، يعني الكلمة اللي بقولها بدون أي رياء وبدون أي مدح، كل الشكر والتقدير لأهلنا وأحبائنا في دولة الكويت على حسن الاستضافة. وللأمانة يعني مروا علي الأيام بسرعة طويلة، يمكن عادة في بطولات الخليج آخر يومين أو ثلاث أيام ننطرهم يخلصون بحيث إحنا بنرجع للبلاد، لكن للأمانة في هذه البطولة ما شعرنا بالأيام، ومن حفاوة استقبالهم، من طيبهم، من كرمهم، وهذه كلمة حق يشهد الله عليه إني ما قلتها بمدح أو برياء أو أي شيء من هذا القبيل. خلنا نتحدث الآن عن اليوم، المباراة النهائية، مباراة في غاية الأهمية حقيقة. معي الشيخ فواز مشعل الصباح، نائب رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة. سعادة الشيخ، بداية نرحب فيك عبر قنوات كاس الرياضية. مثل ما تشوف أجواء جماهيرية رائعة، ولكن اليوم شو اللي محضرينه؟ والله أحب أول شيء في البداية أرحب فيك وأرحب بالإخوان في الاستديو. للأمانة أجواء جدا، أنا ما قادر أوصف الشعور اللي إحنا فيه، خاصة في ظل إنك أنت موجود بالاستاد وقاعد تشسع من أول ما فتح البوابات الساعة 2، الجماهير قامت تتوافد إلى 5000 متفرج حاليا. إي، فنتوقع أكثر بعد، يعني المتوقع اليوم إنه إن شاء الله راح يكون عدد كبير. شعور غريب، سعيدين لنهاية، سعيدين لنجاح البطولة من ناحية التنظيمية لله الحمد، ولكن احنا حزينين ان اليوم اخر يوم والعرس الخليجي راح ينتهي اليوم، وان شاء الله الى بطولات اخرى.
فللأمانة احنا ما قمنا شيء، انت كلامك جدا حلو ولكن احنا ما قمنا بأي شيء يعني اكثر من الواجب. انا ما ابي امدحكم في يعني في وجودك، يقول لك المدح في وجه الرجال مذمه، لكن للامانه والله يعني قمت باللي عليكم واكثر، وهذه شهاده مجروحه مني. الله يجزاك خير، ولكن احنا نقول هذا واجبنا ولله الحمد. احنا سعيدين بتواجد جميع دول الخليج، البطوله الحمد لله الحمد اقيمت في فتره قصيره، الاخوان في قطر. سؤال اخير، الاحتفال الشيخ الحفل الختام شو اللي بيكون؟ والله راح يكون مبسط، ما هو يعني ما في شيء كبير، ولكن فيه دخول الخياله وبعدين عزف وصول ممثل سيدي حضره صاحب السمو والخياله وبعدين في نشيد الوطني، فيعني امور بسيطه ما هو شيء اوفر يعني. شكرا لك يا سعاده الشيخ ابو مشعل. شكرا. شكرا يا ابو مشعل. حياك الله. سلامي للاخوان بالاستديو. شكرا للشيخ فواز مشعل الصباح. نرجع لك يوسف، تفضل. خالد القحطاني ايضا او ابراهيم طبعا الكواري، من اللي فيكم جاهز له الكلمه؟ شكرا يوسف، يا مرحبا فيك وفي ضيفك الكريم وفي مشاهدينا الكرام اينما كانوا. طبعا نتحدث عن يوم نهائي، عن يوم مميز، عن يوم يبقى للتاريخ. وصل المنتخبين، وصل الأحمر العماني، وصل أيضا المنتخب الإماراتي إلى المباراة النهائية بجدارة واستحقاق. وصلوا بكفاءة. نقول ألف مبروك للي بيفوز اليوم، وأيضا مبروك لمشاركة الفرحة للفريق اللي ما راح يتوج، ولكن الكل متوج بقلوبنا جميعا في هذه الجمعة وفي هذه الألفة بين الإخوان جميعا. عموما احنا معنا السيد منذر الخميس، عفوا خميس البلوشي، مدير إدارة العلاقات العامة في الاتحاد العماني لكرة القدم. يا مرحبا وسهلا فيكم. النهائي الغالي اليوم نتحدث عنه، اليوم المنتخب العماني بهدوء وسلاسة وصل إلى المباراة النهائية. أولا احنا سعداء بوجودنا في الكويت، كويت السلام والصداقة. ثانيا احنا شاكرين اهتمام قناة الكاس لمتابعتها المستمرة لكل ما يخص بعثة منتخبنا الوطني. المباراة النهائية بين شقيقين مثل ما يقولون عينين في رأس واحد. نتمنى ان شاء الله انها يعني ترضي المشاهدين، مستواها يرضي المشاهدين الموجودين في المجمع في الاستاد هنا، واللي يتابعون ايضا المباريات عبر قنوات التلفزيونية ومنها قناة الكاس. الفريقين مستعدين، احنا فريقنا مستعد والتاكيد هم مستعدين. نتكلم عن الاحمر العماني اللي نتمنى له الفوز اليوم بكل تاكيد قلبا وقالبا معكم. كلمنا عن اخر التحضيرات بما انه يعني اكيد مطلعين على كل صغير وكبير مع الاحمر العماني. فريقنا امس تمرن تمرين اعتيادي للمباراه هذه، وجماهيرنا زاحفه موجوده في الملعب، واللي الان في الطريق، منهم من تعنى بسيارته، ومنهم من جاء بالطياره، ومنهم من هم موجودين من بعد مباراه البحرين. فاعتقد ان الامور كلها مهيئه، ونسال الله التوفيق ان شاء الله. ابتسام موجوده. ايضا معنا حمد الجهوري، عضو لجنه المنتخبات، نتمنى لكم كل التوفيق. كلمنا عن الاوضاع النفسيه عند اللاعبين وعند البعثه العمانيه جميعا قبل البطوله، قبل المباراه. نمس الخير الجميع طبعا الى وطننا الخليجي الكبير في هذا اليوم الرياضي، العرس الكبير جدا. حقيقه منتخبنا وكلاعبين الحمد لله تم تجهيزهم بالشكل السليم، متابعينهم وفي استعداد جيد، والحمد لله حتى جماهيرنا الوفيه حاضره بشده وبكثره، والنفسيات عالية جدا جدا إن شاء الله. وبكل تأكيد إن شاء الله بنرجع إلى مسقط بالكاس بإذن الله تعالى. عجبني فيك الثقة. أكيد بكل تأكيد واثقين منتخبنا. أتمنى لكم كل التوفيق، بس نبيها تجيب الأرقام، كم تتوقعها؟ أنا أتوقع النتيجة 2-0 إن شاء الله. لكم التوفيق ويعطيكم ألف عافية، إن شاء الله نحتفل بعد المباراة مع بعض هنا إن شاء الله. عموما يوسف هذه الأجواء اللي عندي، هذه الروح المعنوية اللي نتكلم عنها بالنسبة للبعثة العمانية. عودة لك يوسف. يعطيك العافية خالد القحطاني. طبعا أرحب بالشباب اللي انضموا، جاسم حسين، إبراهيم الكواري، الغزالي أيضا ناصر، أقول لكم مساكم الله بالخير. لحظة الحين أنا ما بقول من فيهم جاهز عشان يرفع يده، أقول كيف الأجواء عندكم في البداية؟ أشوفكم ما شاء الله كلكم جاهزين، أكيد أنتم اليوم كلكم جاهزين، فقولوا لي إيش الأجواء؟ أي واحد ممكن فيكم يتكلم. ابتدي يوسف انا؟ ابتدي، عندك جاسم حسين، دام انك رفعت يدك عندك. حبيب مسي عليك.
مسي عليك يوسف وكل مشاهدي قنوات الكاس متواجدين في مروج اكيد في قطر زون منطقه الفعاليات الخاصه للمشجعين. اليوم يوم خاص صراحه يوسف، نتكلم عن نهائي كاس الخليج 23 بالامارات وعمان، شاشات الكبيره الضخمه موجوده هني جاهزين اكيد لنقل المباراه الختاميه، ايضا مجموعه من الفعاليات والانشطه اللي موجوده يوسف، نتكلم عن الطبول، نتكلم عن قرع الطبول، نتكلم عن الفن، نتكلم عن وايد امور موجوده اليوم مع احمد دشتي هو مخرج الفعاليات في قطر زون. احمد يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيكم ومشكورين على تواجدكم الدائم وتغطيتكم الحلوه. الله يطول في عمرك. كلمنا اليوم عن الفعاليات، ايش عندنا؟ في فرقه يمنيه اليوم؟ شو اللي ما عندنا اليوم؟ اليوم عندنا فعاليات عالميه وفعاليات خليجيه وفعاليات محليه، مثل ما عودناكم قاعد ننوع ونقدم طبق لذيذ وحلو حق الجمهور يستاهلونه. شوقتنا كذا. اي والله، والمباراه طبعا شيء اساسي، نقل الحي للمباراه، وانتم ما قصرتوا والجماهير قاعده تتواجد هني. يمكن في ناس يستصعبون روح الملعب او شيء، وفي ناس يستمتعون بالاجواء اللي نقدمها بمروج. ايش عندنا؟ الفرقه اليمنيه هي اخذت صدى كبير صراحه عند الجمهور، اليوم بيكونوا موجودين في قطر زون. قدمنا الفرقه اليمنيه باليوم الاول، كان عليها طلب ليوم واحد، زادت الطلبات عليها، صاروا الحين يمكن هذه الحفله الرابعه يقدمونها عندنا، وحفله عندكم كانت على قناه الكاس. اليوم يتميز بان كل الاغاني اللي مختارينها للفرقه هي من طلبات الجمهور وطلبات الناس المشاهدين. احمد سمعنا في مفاجاه اليوم، شنو؟ مفاجاه يمكن انت وتعودنا عليكم تقدمون فرصه حلوه للشباب، في شباب كويتيين عندنا 3 شباب بيقدمون لنا شيء وايد حلو وراقي، نختم فيه فعاليتنا لهذا اليوم وعلى مدار اسبوعين. صراحه كانت اجواء جدا حلوه معاكم، ونتمنى تزيد الفعاليات اللي مثل هذه. احمد دشتي مخرج الفعاليات، شكرا جزيلا، يعطيكم الف عافيه، ومشكورين على حضوركم وعلى متابعتكم وعلى تشجيعكم وعلى كل شخص حضر لهذا المكان واعطانا كلمه حلوه. شكرا لك. تسلمون، مشكورين. الله يطول في عمرك. اذا يوسف مثل ما تابعت الكل بانتظار اكيد انطلاق هذه المباراه، المباراه الكبيره تجمع المنتخبين العماني والاماراتي، الكل متواجد وماخذ مكانه هني في قطر زون على اساس تعرف الزحمه تبلش ان شاء الله بعد ربع ساعه كذي من الان. عوده لك يوسف للاستديو. توكل على الله، عندك بدال ربع ساعة كل الوقت طبعا. أروح حق إبراهيم الكواري. إبراهيم الكواري، مكانك كنك في المطار. إبراهيم كنك في المطار. مباراتي عفوا الاحمر العماني والابيض الاماراتي، طبعا مباراه جدا مهمه، والمباراه يا يوسف صدقني بدات من المطار، تحدي كبير بين المشجعين والجماهير العمانيه والجماهير الاماراتيه، اكثر من 50 طائره حطت اليوم في مطار الكويت من الفتره الصباحيه الى الان الساعه 3 تقريبا، اكثر من 50 طائره نزلت في هذا المطار، طبعا اعداد كبيره وفيره والغنى مستمر من بدايه الطياره في المطار وحتى الى ارضيه الملعب، اكيد الحماس موجود عند الجماهير العمانيه وايضا الاماراتيه، نتمنى لهم كل التوفيق، واكيد راح نرجع لك بمقابلات ولقاءات مع الجماهير العمانيه. تفضل يا يوسف. يعطيك العافيه ابراهيم، وبصراحه يعني اقول لكم برافو، يعني اذا انتم رايحين المطار ما شاء الله عليكم تشوفون الجماهير، وما شاء الله عند في الملاعب بعد في جماهير في تغطيه، فبصراحه تشكرون على كل العمل اللي انتم تقومون فيه. اروح حق احمد مال الله، موجود في استاد جابر الدولي. أحمد كيف الأجواء عندك؟ شكرا للزملاء من الاستديو، أجواء ليلة ختامية ومساء ختامي فعلا جميل، الحشود باستاد جابر الدولي مليانة من المنتخبين وأجواء حماسية كأنها يوم افتتاحي، وكأنها الأيام الافتتاحية كانت في دورة خليجي 23، الحشود بدأت تتوافد بشكل كبير، الملعب بدأ يفول على الآخر، وأصوات الجماهير للخارج واصلة، اليوم الجمهور الكويتي مآزر المنتخبين، فنشوف الجمهور الكويتي يا مازر اي من المنتخبات الواصله للنهائي، نتشرف ونتعرف عليك يا الغالي. عبد الرحمن الشمري. الله يسعدك، طول لي عمرك. حقيقه انا اشجع المنتخب العماني ونشجعهم كلهم بس بالاخص العماني، يعني لان عز العمانيين وعز المنتخب، من زمان انا صراحه احب العمان والمنتخب،
ايوه كيف تتوقع اليوم في هذا النهائي؟ نهائي صعب والكل مترقب بين نتائج مختلفه بين خسران فايز، ايش توقعاتك اليوم؟ ان شاء الله 3-0. 3-0؟ 3-0 رقم كبير. يعني احنا كنا نتمنى بعد هاي الضابط يكون موجود بس للاسف اعتزل يعني، بس انا اتوقع 3-0 ان شاء الله. ونتيجه كبيره؟ كبيره ويستاهلون يعني هالعمان والسلطان قابوس طول عمره يستاهل بعد. ان شاء الله نشوف. شو تتوقعين النتيجه اليوم؟ والله اتوقع ان شاء الله باذن الله 3-0. ابي نتيجه انت اللي مقتنع فيها. والله شوف انا مقتنع ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا الروح العمان يعني. يعني كم تقريبا؟ يعني 3-0 انا معاه. حياك شيخ قرب. انا بيها بتغني بس خلينا نتاكد يا شيخ كم توقعاتك؟ توقعاتي 2-1 الامارات. ليش؟ اشجع الامارات. اشجع الامارات. تتوقع ياخذونها؟ اتوقع. مو غريب عليهم اتوقع. كل شيء جايز. الاموره حلوه. شو اسمك؟ اسمك؟ أسيل. والنعم حبيبتي. أسيل. أسيل صح؟ قلتي لي بغني صح؟ يلا وطني. وين وطني حبيبي؟ يلا يلا أسيل. وطني حبيبي. يلا يلا شاطرة. وطني وطني الله الله سمت حياة كويت الله. عسى ربي يحفظها ويخليها يملك يا رب يطول لي بعمرك. اليوم مباراة صعبة واحنا فعلا مترغبين اجواء تكون حماسية بشكل كبير، وصراحة يعني تفاوت التوقعات بشكل كبير. ما فيها اضافي بلنتيات؟ ما اعتقد والله. انت داش دعوم 3-0؟ نعم لازم. عمان 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 هذه طاقيتها قطع حق عمان بعد. خلاص عمان والله يحفظك يطول لي بعمرك. التوفيق للمنتخبين وان شاء الله راح نشوف المزيد من الجماهير وناخذ توقعاتهم وراهم في النتيجه النهائيه واليوم النهائي وليله مسائيه من كاس خليجي 23. نرجع للزملاء. ما قاعد اشوف. شكرا للزملاء يعطيكم الصحة والعافية. متواجد مع الجمهور العماني يعطيهم العافية شباب. الله يعافيك. اليوم النهائي الكبير، الجمهور العماني ما شاء الله عليكم زحف إلى ملعب جابر الدولي. بشكل عام شلون نشوف الأجواء قبل المباراة؟ الأجواء جدا حماسية وما هي غريبة على الجمهور العماني اللي يزحف مع فريقه وين ما يكون. احنا كلنا عمان، كلنا المنتخب، وإن شاء الله هالجهد وهالتعب وما قطعنا هالمسافات كلها اللي جاي طيران واللي جاي بر، يعني احنا مو حاسين ان احنا برا ديرتنا برا عمان، احنا موجودين في عمان لو اننا بالكويت. وباذن الله باذن الله باذن الله الكاس ما نرجع الا بالكاس لعمان باذن الله. حبيبي الله يعافيك. ايش تتوقع المباراه اليوم كيف راح تكون؟ ان شاء الله تعالى تكون مباراه طيبه. نتوقع 1-0 ان شاء الله تعالى، ما نرجع الا بالكاس ان شاء الله. يعني اليوم الكاس عمانيه. كاس عمانيه ان شاء الله. وشعره سيفن والخنجر عمانيه. وشعره سيفن والخنجر عمانيه. وشعارها سيفي والخنجر عمانيه. وشعارها سيفي والخنجر عمانيه. وشعارها سيفي والخنجر عمانيه. بروح عمان وقطر والبحرين بلف دول الخليج ان شاء الله. خليجنا واحد وشعبنا واحد. خليجنا واحد وشعبنا واحد. باذن الله. الصحة والعافية، يعطيكم الصحة والعافية. يوسف زحف جمهور عماني كبير إلى استاد جابر الدولي، نرجع لك الآن. حماد لحظة شوي حماد. أنت متعود على أجواء فضفض وهذه الأغاني الجميلة. في اليومين اللي فاتوا احنا نسمع أن العمانيين ما شاء الله مبخرين المكان، مبخرين الكويت كلها. إيش سالفة البخور عندهم؟ مبخرين الكويت كلها بالبخور. مش موضوع بخور أو غيره، الجمهور العماني طيب اهل العمان متواجده منتشره بكل الاستاد جابر بكل امانه معاهم انا من اول بطوله الى الان. يعطيهم الصحه والعافيه بامانه. يا قطر ولا اروع. يعطيك العافيه حماد.
طبعا بصراحه ابو عبد العزيز يا اخي صراحه الاجواء جميله، ودك تكون موجود هناك في الملعب الحين؟ اكيد لا بالعكس، اجواء هناك راح تكون ممتازه وحلوه وجميله، يعني قاعد تشوف حتى الجماهير عفويين، وتنظري حتى لو كنت منتخب عماني او منتخب الاماراتي واحد فيهم خسر ما راح يكون متضايق لانها بطوله استثنائيه، بس انا اقول لك الروح حق ناصر الغزالي المعصب، ترى ناصر الغزالي معصب؟ معصب ناصر، ان شاء الله انك ما تكون معصب، عندك الكلمه. الله يمسيكم بالخير اخوي يوسف، ومسي عليكم ومسي على الضيوف اكيد وعلى المشاهدين. اذا متواجدين في فندق كرون بلازا، انطلقت حافله المنتخب العماني، معها الامال العمانيه، امال المتواجدين هنا سواء في كرون بلازا او في استاد جابر الدولي او في جميع انحاء الكويت. حاولنا بالفعل الحصول على اي من الاراء او اي من التصريحات، لكن المنتخب العماني الشقيق اختار التحفظ. الحديث اكثر عن هذه الاجواء ينضم الي الان سعاده السفير السابق عبد الله بن زهر الحسني. في البدايه نحييك في قناه كاس رياضيه، نتشرف فيك، أجواء أتوقع خيالية، أجواء أكثر من رائعة، حضوركم تشجيعكم للمنتخب العماني كيف هو؟ مساكم الله بالخير، احنا سعداء حقيقة أن يتحول هذا العرس الجميل، العرس الخليجي، إلى نجاح وهو يتحقق بإذن الله تعالى. عمان مع الآخرين من أشقائها في هذه المنظومة الخليجية، ساعدت وسعت وستلعب دورا في أن تبقى اللحمة الخليجية دائما وأبدا منطلقا للأهداف والأماني الخليجية. أنا خليجي وسابقة خليجي، هذه الأمنية قبل الكأس وقبل البطولة وقبل أي شيء. من هذا المنطلق أعتقد أن الحضور العماني كان إحساساً نبضاً قلباً واحداً من أجل أن تنجح هذه البطولة، وبالتالي فإن اليوم هو يوم سعيد للعمانيين وللخليجيين، ومثل ما قالوا اللي يفوز يأخذ الكأس فهو حقق الأمنية الأكبر، واللي يخسر أيضا نحن نقول له هارد لك، وبإذن الله تعالى هذه الدورة وهذه البطولة مستمرة. وتحية للكويت وأهل الكويت أميرا وحكومة وشعبا عما قاموا به من جهد طيب، أثلج الصدور وجعل منا نأتي ونتفاعل حتى لو لم نكن مقررين أن نحضر إلى هذا البلد الشقيق، وهذا حضورنا يدل على أننا تناغمنا مع الحدث وسنتناغم مع كل حدث خليجي يبقى هدفا ساميا لأبناء الخليج من عمان إلى الكويت. بالفعل قبل انطلاقة هذه الدورة الخليجية، خلنا نقول يمكن المنتخب العماني كان منتخب شاب ما توقعناه يوصل النهائي، لكن بوصوله للنهائي اليوم هل تتوقع أن المنتخب العماني راح يفوز للمرة الثانية على كأس الخليج؟ الأمنيات طيبة، الكأس أنت تعرف أنت تمثل محطة الكأس، ومحطة الكأس تعني الكأس، والكأس بالتالي عملية معقدة جدا، لا تدخل فيها حسبة الفن أبدا، تدخل فيها حسبة خلينا نقول حماس وناموس وجهد كثير، ولكن نقول اليوم اللي يفوز أعتقد يستحق الكأس. شباب انضمون معنا شباب، شو اسمك أول شيء؟ محمد. أنت جاي تشجع منتخب عمان؟ بتفوزون اليوم؟ بتفوزون اليوم؟ إن شاء الله، يعطيك العافية. إذن يوسف أتوقع هذه هي الأجواء الموجودة حتى الآن في فندق كراون بلازا، الأمال العمانية حاضرة موجودة جاهزين، وأكيد الكل يطمح للكاس. هذا اللي كان عندنا حاليا، انتقل إليكم في الاستديو. يعطيك العافية ناصر. عبد الرحمن أعتقد عندك ضيف ثقيل، لعيب في هالملعب وحتى برا الملعب الكل يحبه، خل نروح لك. لا تلحق إن شاء الله. أدري والله بالضبط. وسلمان هو مش بس لاعب كبير، هو قائد منتخب الكويت في كأس العالم. الكويت بالمناسبة يمكن بعض المشاهدين ما يعرفون، هي أول دولة خليجية عربية وصلت إلى كأس العالم. كابتن سعد الحوطي الله يمسيك بالخير، عبر قنوات كأس الرياضية رحب فيك اليوم. ما بيتكلم أنا عن الفريقين قد ما بيتكلم عن ذكرياتك في كأس الخليج، عن وصول الفريقين أيضا فيما بعد. أول شيء خلنا نأخذ ذكريات. أول رحب فيكم قناة الكأس في دولة الكويت الحبيبة، نرحب بالجماهير في هذا اليوم، أقول التاريخي لدولة الكويت، تاريخي بكل ما نشوفه من فعاليات، بكل ما سبقته من أحداث إقامة هذه البطولة، بإنجاز وقتي سريع، بتنظيم رائع، تشكر عليه كل جهود، مو بس الجهود الكويتية، جهود كل الدول الخليجية اللي شاركت في هذه البطولة واهتمت وسعت
وجماهيرها ما زالت متواصلة لليوم، نشاهد جماهير كبيرة وقبل الأيام اللي فاتت في حضور المباريات. أنا أعتقد فعلا هذا يوم تاريخي لدولة الكويت، إحنا نحتضن فيه جميع أشقائنا الخليجيين على أرض المحبة والسلام، أرض أمير الإنسانية وقائد السلام حفظه الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كابتن سعد، يعني البعض يتحدث ان اليوم، خلينا نتكلم الان عن المباراه شوي، بعض يقول لك ان منتخب عمان عنده عنصر المفاجاه اكبر من المنتخب الاماراتي، والبعض الاخر يقول لك ان الاماراتي عنده صخره دفاعيه افضل من المنتخب العماني، ما عرفنا ايش السالفه. هي مباراه، شوف، النهائيه تختلف كليا عن اي مباراه. ربما اليوم تشاهد فريق يتغير ادائه لان الاعداد لهذه المباراه قبل يومها. الإعداد قبل يومين بتصوري يكون لهذه المباراة من ناحية النفسية المعنوية، تصليح الأخطاء، انضباطية اللاعبين، كلها قبل المباراة. لذلك هذا اليوم اللي ما عد فريقه بالطريقة المطلوبة، يعني من الأقرب أنت برأيك؟ أنا قاعد أشوف أن الفريقين كل واحد عنده ميزة تختلف عن الأخرى. الفريق الإماراتي عنده ميزة الخبرة المتواجدة والتجانس بطول المدة مع بعض. الفريق العماني عند ميزة الطموح والرغبة والسرعة في الأداء، وهذه أعتقد عناوين لمنتخبين باعتقاد. لا بتزعل أحد، أنا أعرف، عطني النتيجة، عطني النتيجة. ما أقدر النتيجة تقولها في مباراة نهائية، ومن الصعب أي واحد يقررك. لا الأقرب أقوله، إحنا كنا فايزين يا شعوب الخليج لأن إحنا حققنا باعتقادي بطولة غير متوقعة على مستوى التنظيم، على مستوى الجماهير، على مستوى اللقاءات. اعتقد حققنا وهذا هو المطلوب. الفني انا مو مخليك اليوم كابتن سعد لين ما تعطيني النتيجه، توقعك مو مخليك، ما خليك اليوم. انا اتصور ان فيها وقت اضافي، ركلات ترجيح، ضربات ترجيح، ما انت بتساعد احد، ضربات الترجيح ما حد يحسمها الا اللاعبين. كابتن سعد شكرا. كابتن سعد واحد من اكبر اللاعبين في التاريخ، مش فقط دوله الكويت لكن ايضا دول مجلس التعاون، على مشاركاته في كؤوس العرب. تفضل يوسف. يا عبد الرحمن وينك، وين الحوطي؟ ما تقدر تاخذ منه جواب، حتى طلع منك بدبلوماسيه، شفته شلون طلع بدبلوماسيه؟ قال لك وقت اضافي وضربات ترجيح، حتى ما قدرت تاخذ منه يفوز. لكن اسمع عبد الرحمن، خليك معاي ابو عبد العزيز عنده معلومه انت ما قدرت تجيبها لي. لحظة خليك معي، أبو عبد العزيز عنده معلومة أنت ما قدرت تجيبها، شو المعلومة أبو عبد العزيز؟ شوف، عندي معلومة أن بنهاية المباراة راح يسلم الكأس حق الفريق الفائز اللي هو الكابتن سعد الحوطي. أجين لحظة شوي. اللي راح يسلم الكأس حق الفريق الفائز هو الكابتن سعد الحوطي. كابتن سعد الحوطي. فالأمانة طلع بدبلوماسية وارفع مراسل. تنفع مراسل. سمعت يا عبد الرحمن؟ ترى هو اللي راح يسلم الكأس اليوم، ما جبتها لنا عبد الرحمن، محسوبة عليك. سمعت. محسوبة عليك، أبو عبد العزيز قال لنا قبلك. بعد شوف، أنا بقول لك شيء، بعلمك ترى الكابتن سعد من النوع يوسف اللي ما يعطي التفاصيل، يحب المفاجآت، لكن عاد رفيجنا في الاستوديو حرق المفاجأة، شو نسوي؟ يعطيك العافية يا عبد الرحمن. خلينا نروح سوق المباركية مع عادل العنزي. عادل، مسيت بالخير. طبعا اليوم آخر يوم في بطولة الخليج، ولكن للأمانة ستظل قلوب أهل الخليج موجودة هناك في الكويت على حسن التنظيم، حسن الاستضافة، كل الأمور الجميلة اللي قدمتوها هناك. أقدر أقول لك الكلمة، وبعدها خليك واقف لأننا راح نطلب منك طلبات. يلا شباب. عادل عندك الكلمة إذا تسمعني. اهلا زميلي، رحب فيك ورحب في السادة المشاهدين لقنوات الكاس. اليوم الختام، اليوم نحن موجودين في قلب الكويت في سوق المباركية، هذا المكان المميز التراثي اللي لاقى اقبال على مدى ايام البطولة، اقبال جدا مميز، اقبال كبير من الجماهير من كل الدول الخليج، خاصة اليوم المميز بشكل كبير هو الجمهور العماني. اليوم معي عدد كبير من الجماهير العمانيه، وانا اعتذر لهم بالنيابه عنكم عن التاخير اللي حصل، وانطروا لفتره طويله مستعجلين الشباب يروحون يتابعون المباراه في الملعب، لكن انا شوي اخذت من وقتهم. شباب يعطيكم العافيه، وراح فيكم في الكويت بلدكم الثاني اليوم، والمباراه النهائيه، واليوم يوم الحسم. المنتخب العماني متحفز بشكل كبير للفوز في البطوله، رايك توقعاتك المنتخب العماني؟
يا هلا وسهلا فيك أخي العزيز. في بداية الأمر نشكر قناة الكاس على التغطية الإعلامية المميزة لدورة كاس الخليج العربية 23 بالكويت. طبعا كما تعلم المنتخب العماني اليوم في المباراة النهائية، وإن شاء الله قادرين على تحقيق البطولة إن شاء الله والفوز باللقب الثاني إن شاء الله. يعطيك العافية أخوي. توقع كم نتيجة المباراة؟ إن شاء الله 2-1. شو راح يكون وضع فريق المنتخب العماني في المباراة؟ والله إن شاء الله يكون خطة دفاعية تكون إن شاء الله. نعم أخوي، المباراة صعبة وفريقين يعني متأهبين بشكل كبير، كلمنا عن المباراة بشكل عام ورأيك فيها. والله اليوم مباراة صعبة بس إن شاء الله فايزين 1-0. يعطيكم العافية. انتقل زميلي إلى مجموعة أخرى من الجماهير العمانية وأيضا معهم جمهور كويتي وحب يشارك في هذه الفرحة اليوم، كلمني أخوي عن المباراة ورأيك فيها. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. المباراة جدا جدا صعبة لأن كما تعرف أن المنتخب الإماراتي ما تلقى ولا هدف، والمنتخب العماني نفسه بس تلقى هدف واحد، فتوقعاتي أن راح تنتهي المباراة 0-0 ولا تعادل 1-1 وبتكون إلى ضربات ترجيح، وبالتوفيق إن شاء الله للمنتخب العماني. شوية تحليلك واقعي في المباراة. أخوي من الكويت يعطيك العافية، رحب فيك، حياك الله معاي. شنو تقول عن مباراة اليوم وعن استضافة الكويت لهذه البطولة؟ بالنسبة لي أول شيء يعطيك العافية وإن شاء الله أن الكل راح يفوز. بالنسبة لنا ككويتيين سواء الفوز إلى الإمارات أو أخواننا العمانيين، طبعا شرفونا بديرتهم ومحلهم، هم أصدقاء من عمر فالله محييهم، والفوز سواء إماراتي أو عماني بالنهاية حنا مستانسين وخليجنا واحد بإذن الله. يعطيك العافية زميلي. أرجع لك مرة ثانية في الاستوديو اليوم، الأجواء جدا ممتازة في المباركية، الجماهير راح تتابع المباراة، اللي ما تحصلت أماكن في الملعب راح تتابع المباراة في المباركية أيضا. يعطيك العافية عادل. ما أدري، أول شيء خلني أسألك، الضيوف اللي كانوا على يمينك واقفين للحين موجودين عندك؟ اللي كانوا على يمينك من عمان تسمعني عادل؟ لا صراحه زميلي مشوا، مجموع الشباب اللي كانوا على يمين مشوا وراحوا الملعب. كان في منهم اثنين اعتقد انهم توم، صح؟ صحيح صحيح. ايه؟ هم اخوان اثنين، صحيح. اي عدل، قاعد تراهن مع ابو عبد العزيز. لا مو هاي بعد موجودين. زين اسمعني عادل، ترى هو اليوم اخر يوم في البطوله. نعم. فمطلوب منك، ابو عبد العزيز يقول عندكم ايه؟ الرهش زين، عندكم الدرابيل شيء بعد زين، وبعد شنو؟ سمسم كل شيء موجود بالكرة. خلاص كل شيء معيونة. كل شيء الطرشة حاضرين، كل شيء موجود. الله يحفظك يا عادل. عفو عليك. خالد حاضر. القحطاني طبعا حاضرين. موجود وضيفه موجود. خالد ننتقل لك. يعطيك العافية يوسف، عدنا من جديد من منطقة الفي آي بي ومدخل الفي آي بي، ومعنا سعادة الأستاذ محسن بن حمد المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم. التقينا بعد وصولكم إلى المباراة النهائية، واليوم نلتقي قبل المباراة النهائية، متفائل اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والشكر لله، أكيد أني متفائل، دائما في حياتي متفائل، وأعتقد أنه ما أداء منتخبنا الأحمر في هذه البطولة ما في شك يعطيك التفائل الأكبر. نتكلم عن أجواء اللاعبين بعد مباراة النصف النهائي، نتكلم عن أجواءهم في تدريباتهم، في وصولهم إلى هنا إلى الملعب، خاصة نتكلم عن لاعبين شبان صغار، شلون كانت التهيئة النفسية، شلون كانت التهيئة البدنية، شلون كان التحضير النفسي للمباراة النهائية؟ الحمد لله، اكيد انه اخي كريم هناك في شغل اداري وفي شغل من الجهاز الفني والاداره، واعتقد انه الشغل ما اختلف كثير عن المباريات الماضيه، كل مباراه احنا ناخذها على حده، يمكن تكون مباراه نهائيه اكيد لها شويه يعني انطباع مختلف، لابد لها تجهيز شوي مختلف، يكون فيها الشحن المعنوي زياده ومطالبات جماهيريه، يعني خلينا نقول السقف ارتفع والمطالب كثيره، لكن الحمد لله يعني احنا قدرنا انه منتخب يعني عازلينه عن كثير من التاثيرات كان الاعلاميه او الجماهير او غيره، واعتقد ايضا حتى رغم انهم يعني شبان صغار وكذا لكن عندهم الخبره الكافيه ان يتعاملوا مع هذه المباراه ان شاء الله، وان شاء الله احنا متفائلين انه المباراه انه نحسمها ان شاء الله في وقتها الاصلي ان شاء الله. الوقت الاصلي كم؟ ما اقدر اقول لك كم، لكن ان شاء الله تعرف منتخب الاماراتي الشقيق ما هو منتخب سهل، منتخب يعني يمتلك امكانيات عاليه من العناصر، يمتلك امكانيات فرديه عاليه، ايضا عندهم الخبره اعلى من لاعبتنا، لكن احنا عندنا ثقتنا في لاعبنا انه ان شاء الله الحيويه والشباب يكون تطغى ان شاء الله. باذن الله تعالى كل التوفيق لكم، مثل ما احتفلت معاك هنا بعد نهايه النصف النهائي، اليوم ان شاء الله نحتفل مع بعض بعد المباراة النهائية، ويعطيكم الف عافية. تشكر اخي الكريم، واكيد الكل محتفل في هذا العرس وما في خاسر والكل فايز ان شاء الله، والاهم تحقق الهدف وهو الخليج للابد. حبيبي الله يعطيك الصحة والعافية، نتمنى لكم التوفيق. عموما هذه هي الاجواء اللي هنا، وننتقل مباشرة الى حماد العبيدي.
شكرا شكرا للزملاء، يعطيكم الصحه والعافيه. طبعا في قلب جماهير العمانيه اليوم يا سلام يا سلام، ضيفنا الدائم هذا والكاشخ دائما السلطان على صدرك، وفي نهائي كبير وفي ارض المحبه والسلام الكويت، ايش بيسوي المنتخب العماني اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلو انت سالتني على السلطان في قلبي، السلطان في قلبي وفي كل قطعه من جسمي، هذا ابوي الكبير الله يطول بعمره ويعطيه الصحه ويعطيه العمر الطيب يا رجال. خصوص مباراه اليوم، مباراه 2-0 خالصه، المباراه خالصه اخي ما في امل. انا ايش قلت لك قبل مباراه البحرين؟ ايش قلت لك؟ قلت لك اللي بياكل حلوات عمان صعب عليه، مو كل حد ياكل حلوات عمان. حلوات عمان صعب حد ياكلها، كل حلوه حلوه بس حامض على بوز اللي بياكلها، صعب 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 صعب. اليوم متحدي 200 مباراه خالصه، ما في امل، ينسون منتهي اليوم، خالصه خالصه 2-0. يعطيك الصحه والعافيه. ما شاء الله الجمهور الكبير، شوف رئيس الرابطه يقول ضيقتوا علينا، لكن مضيق عليك ابو فيصل. جمهور عظيم اليوم حاضر بكل امان. نشكر كل الجماهير اللي ازرت ووقفت مع المنتخب سواء يو بالبر او بالجو، شكرا 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 من قلب. ان شاء الله فايزين 1-0 باذن الله. متفائل اليوم؟ ان شاء الله متفائل؟ اكيد متفائل، ان شاء الله فايزين 2-1. كم بتفوزوا اليوم؟ 2-0. كم بتفوزون؟ 3-0. الكبير والصغير خلينا ناخذ الشباب، خلينا ناخذ الشباب شباب. متفائل اول شيء؟ الحمد لله، وان شاء الله اليوم عندي احساس ان الكاس عماني ان شاء الله. عماني اليوم؟ ان شاء الله. جاي طيارة ولا سيارة؟ والله جاي بر، ماشي يمكن 1000 كيلو علشان حب عمان. اي بالضبط 1500 كيلو. لا 1000 كيلو من عندنا. ايوه. انت قريب يعني. ايوه. فالجمهور العظيم اليوم هذا جمهور العماني. باذن الله راح يطلع فرحان اليوم. ان شاء الله باذن الواحد لحد ما راح يخيبوا ظنونا ان شاء الله. ولا من تجي يا شباب؟ ان شاء الله 2-0. 2-0. اسمع. 2-0. 2-0. الكل متفائل، الكل متفائل. الشيبه الشيبه الشيبه، خلينا ناخذ الشيبه بس. حياك حياك. يا سلام. يقول التمساح؟ تمساح يقول؟ ايه تماسيح هذه. يا سلام. ايش موضوع التمساح؟ مشجعين طبعا رابطه نادي سحار طبعا متواجده هنا في دوله الكويت لمؤازره المنتخب العماني، وان شاء الله هذه المره الثانيه، وان شاء الله تكون من نصيبنا في ارض الكويت، وان شاء الله شايلين الكاس الى ارض السلطنه. كل الانديه العمانيه اليوم سحار وغيره وصحم كله اليوم مع المنتخب العماني والجمهور العظيم هذا كله. عطني نتيجه الجبرات اللي مسوينها اليوم في المدرج. والله النتيجه توقعات صعب، تعرف مباراه نهائيه، الفريقين متحذرين، كل واحد عارفين الثاني، لكن الحمد لله اقول لك هذه العمانيه وهذه الجماهير ما راح يخيب ظن المنتخب، وراجعين ان شاء الله بهدفين على منتخب الامارات ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه، يعطيك الصحه والعافيه. ايوه اسمع اسمع. ايه ما القلب ما عنده ملام، والله ان الحب لغير محال، من يلوم القلب ما عنده ملام، من يلوم القلب ما عنده ملام، صوتنا واحد واحد، شعبنا واحد واحد، حبنا واحد، احمر عماني صفق الجمهور والعشق عماني، كنا ما غيرك بهالدنيا وحيد، كامل فنه لله الكمال، من يلوم القلب في حب عمان، من يلوم القلب في حب عمان، صوتنا واحد واحد، رفنا واحد واحد، شعبنا واحد، احمر عماني. يعطيكم العافيه حبيبي. العافيه بيض الله وجيكم. كل امال الجمهور عظيم، هو ساكت جمهور عظيم، وهو يغني. ايوه محمد، ايوه جمهور، جمهور عظيم، ايوه محمد جمهور عظيم، ايوه محمد، ايوه محمد يوسف. يعطيك العافية يا حماد. شافوني معصب في قبل أن أطلع، لكن ايه؟ مع الجمهور العماني كل شيء الأمور طيبة. نرجع لك يوسف. موفق يا حماد، صاروا يغنون باسمك الحين، يهتفون باسمك، فنتمنى لك أنت وكل طاقم قنوات الكاس الرياضية التوفيق صراحة في نقل أحداث المباراة النهائية وتغطيتها من الـ A to Z. شوفك طربان. تحمست والله. ها؟ تحمست، دائما المنتخب العماني عفوي وانطرب وياه خاصة بالمباريات. على فكرة هالمرة صادق المخرج، على فكرة أنا كنت أشوفك دائما طربان في أغلب المباريات مع الجماهير، كويت، بحرين، عمان، قطر،
الامارات، السعوديه، كل المنتخبات اللي فيها هزيج وطرب تكون على طول طربون. لا مو قصدي، شوف يوسف، انا مهاجم بالنهايه، انا لاعب مهاجم، فدائما اسجل اهداف، فدائما اميل، دائما اروح حق الجمهور فتطلع مني حركه عفويه، خصوصا مع الجمهور اللي اتفاعل معه تطلع مني حركه عفويه فاتمتع بالجمهور. يعطيك العافيه. الله. كنا قبل قليل طبعا في طبعا مع الزميل ابراهيم الكواري في مطار الكويت الدولي لطبعا اجراء بعض الحوارات. ننتقل أو نشاهد ما دار هناك من أحداث. شكرا لك يوسف. طبعا ما زلنا في البداية، مسي عليكم ومسي على جماهيرنا الكرام ومتابعي قناة الكأس الرياضية. طبعا ما زلنا مستمرين في تغطيتنا لمطار الكويت، حيث الجماهير العمانية توافد من صباح الله جاية للكويت تشجع المنتخب العماني. طبعا ما راح أتكلم، الصورة طبعا راح تتكلم نفسها. الخنجر عمانية ياكم وشعرها سيفل والخنجر عمانية، هذا العماني ياكم وشعرها سيفل والخنجر عمانية، وشعرها سيفل والخنجر عمانية، وشعرها سيفل والخنجر عمانية. شوف عمانية. شوف نكمل اغاني برا وفي الملعب ان شاء الله. يلا الحمد لله على السلامه اخوي. الحمد لله على السلامه، نورت الكويت. الله يسلمك ويعافيك. اليوم مباراه نهائيه باذن الله. كل اللي سبقوكم قالوا ان احنا جايين ناخذ الكاس وراجعين عمان. نسال الله ذلك ان شاء الله. الفوز ان كان لاهل الامارات او لاهل عمان كلنا واحد. هذا انسان وخليفته واحد راضي انه يتقاسم الكاس. الله يبارك. لكن احنا ان شاء الله الجمهور العماني اليوم جاي ياخذ الكاس الى العاصمه مسقط، وان شاء الله بفوز يكون 3-0. ما نرضى الا بالثلاثه. اعطاك 3-0 وقال لك الكاس عماني ما في شك. الله يقول نقول. انا اقول لك شيء، نحن اخوان سواء كان العمان الامارات، ودائما الاخوان نعم ونحن اخوان. احنا في الملعب اكيد منافسين، اكيد منافسه منافسين يعني لنا ما نتنازل، نحن جايين نشله بحول الله بحول الله. طبعا روح روح الرياضه ما جوده الكاس ان شاء الله بالكاس ان شاء الله مكرر ان شاء الله. تعال انت اليوم تلعب ضد منتخب قوي. نعم. منتخب له خبره وتاريخه وايضا يضم عناصر قويه. نعم. فمباراه صعبه يعني، حتى الاماراتيين ترى 25 طياره جات اليوم تشجع، وحتى نحن منتخبنا قوي ترى، منتخبنا ما يستهان فيه. بس منتخبكم شباب يعني في شباب، لا حتى عندهم الخبره، لا عندهم خبره، عندهم القدره والقوه، وان شاء الله اليوم نثبت في الملعب. يعني اليوم شباب باذن الله يفرحون اهل العمان اكيد. 200 كيف ما مطولين ترى، جايش ايوه جايش الكاس وراكين. احنا ملاقبه في المباراه وبعد المباراه بنتلاقى مره ثانيه. شوف المباراه ان شاء الله بنشوف مسيره، نشوف هناك مسيره. احنا طيارتين قد في عن 25 طياره عندهم. الله اكبر. ايوه كبير. معلي شباب معلي كملوا برا ان شاء الله. الكاس عماني، الكاس عماني ان شاء الله، والزفه ان شاء الله في سوق المباركيه. يلا حياك الله هناك من زفه الكاس عليكم. يلا ان شاء الله. طبعا يوسف هذه الاجواء اللي شفتها يعني ولا شيء صراحه مقارنه بالناس اللي جو الفتره الصباحيه. أهل عمان كل طيارة توصل بعد ساعة، كل طيارة تحمل معها هذه الروح العالية، هذه الحماس. طبعا العمانيين ما شاء الله عليهم معروفين أهل طرب ووناسة وفرحة، وجايين يفرحون بمنتخبهم الشاب اللي وصل للمباراة النهائية. نتمنى لهم كل التوفيق، وأكيد مستمرين في تغطيتنا في وصول الطائرات القادمة. نرجع لك يا يوسف. يعطيك العافية إبراهيم. طبعا بصراحة احنا نشوف الجماهير العمانية خالصة يعني حاسمة الأمور. جاسم حسين طولنا عليك، أنا أعتذر لك. معلش طول في عمرك يا حبيبي، ما تقصر. بالعكس احنا متواجدين ما زلنا في مروج يوسف، وعارفين ان شعار البطوله خليجنا للابد، هي منصه قطر زون تجمع كل الخليجيين والعرب في مكان واحد. معي مجموعه من الشباب من قطر من الكويت، نشوف ناخذ رايهم على المباراه النهائيه. يعطيك الصحه والعافيه. اسمك بالخير. صالح نعيمي وياك. نعم يا صالح، المباراه الختاميه اليوم الامارات وعمان، توقعت؟ والله اتوقع ان شاء الله انها تكون مباراه قويه متحفظه، خصوصا من الفريقين لان مستواهم يعني دفاعيا اقوى من الهجومي، خصوصا يعني منتخب الاماراتي طول البطوله ما سجل له هدف، فيعني فريق يدافع بالدرجه الاولى ويعتمد على الواقعيه. مباراه بتكون قويه ان شاء الله، الله يوفق المنتخبين ونشوف بطوله حلوه، نشوف حفل ختامي حلو مثل ما كان حفل افتتاح حلو. والله يجزاهم خير اخواننا هنا في الكويت، ما قصروا على الاستضافه على البطوله الجميله هذه. غريبة ما رحت الملعب ليش؟
والله الملعب فل، ودنا بس نعطي فرصه حق اخواننا العمانيين والاماراتيين. قطر سوري شو شايف؟ قطر زون والله صراحه مكان حلو، انا اول مره اجي صراحه من بدايه البطوله، مكان جدا جميل، واللي نصحني فيه صاحبي كويتي قال تعال خلينا نشوف المباراه هنا في قطر زون، فجينا اليوم ان شاء الله وبنشوف النهائي في قطر زون. واللي نصحك ولا غيره؟ الله يقويك، تعال اقرب الله يسلمك، اسمك بالخير؟ عبد الله الشايدي من دوله. اهلا وسهلا عبد الله، لا يعطيك الصحه والعافيه. شلون شايف الفعاليات هنا في قطر زون؟ شاشات كبيره بتعرض المباراه. والله امانه من اول ما حطوا هذا الزون وانا موجود، زون رائع، في يعني اجواء الخليج موجوده والاعلام والناس والشاشات تعرض المباريات والسماعات واحتفالات وعروض، شيء رائع صراحه. نشكر قطر على هذه المساهمه الطيبه طبعا، ويعني كان ودي صراحه تكون النهائي بين قطر والكويت عشان تحمس، بس طلعنا وطلعته، فايش نسوي؟ الله يكرمك. المباراه النهائيه الحين وين بتروح؟ عمان الامارات؟ والله أمانة أنا شخصيا ماني بخبرة بالفريقين، بس أنا شفت منتخب العماني جدا أداء رائع، وقاعد أحس أنهم شباب فيهم طاقة قوية، فأنا أشجع صراحة، ولا قصورا في أخواننا الإماراتيين، بس أنا أشجع المنتخب العماني أمانة. شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا، حياك يوسف. بانتظار المباراة، يا الكاس بيروح على صوب أبوظبي أو مسقط، البطولة الثالثة الأبيض الإماراتي أو الثانية للأحمر العماني. أرجع لك يوسف. يعطيك العافية جاسم. عبد الرحمن محمد في أرضية الميدان، لك الكلمة. شكرا لك يوسف. إذا متواصلين معكم من الأستاذ جابر الأحمد الدولي، وتقريبا ساعة قبل انطلاق المباراة النهائية ما بين عمان والإمارات، دكتور حامد الشيباني رئيس اللجنة الفنية، الله يمسك بالخير بداية، اليوم أعتقد أنها احتفالية كبيرة قبل أن تكون المباراة النهائية. ان شاء الله احييك، نرحب فيك ونرحب في الاخوان الموجودين في الاستديو. طبعا مثل ما قلت انت احتفاليه للامانه، يعني احتفاليه خليجيه كامله، بغض النظر عن اللي يفوز اليوم. احنا الحمد لله ولله الحمد من ساعه تنظيم البطوله بدايه 22 واحنا الخليج كله فايز، فنتمنى اليوم ان شاء الله تكون مباراه تليق بمستوى الفريقين وتكون ختام مسك لنهايه النهائي. دكتور خلينا نتحدث معك عن بوابات الدخول، عن اعداد الجماهير المتوقع حضورها، هاي الامور تتبعكم اعتقد. طبعا انت متواجد معنا من اليوم وشفت يعني كانت السيابيه وسهوله تامه لجميع الجماهير ولله الحمد، ما في يعني اعاقه لجميع الجماهير، تسهيل الامور من الساعه 2 الجماهير متواجده في الاستاد، بالاضافه الى الوجبات اللي تقدمت لهم في الخارج، ولله الحمد قدرنا الحمد لله ان يعني نسهل امور جميع الجماهير الرياضيه. حتى الان كم عدد الجماهير الاماراتيه والعمانيه؟ والله الى حد الان مو مبين، يعني الاماراتيه اللي سمعنا احنا 21 طائره تقريبا لأمس بالليل، والإمارات والعمانية 18 طائرة. فضلا عن الجو بالبر. طبعا غير البر، ناهيك عن البر، وغير متواجدين بالسابق بالمباراة اللي قبل النهائي. أنا باخذ منك سؤال أخير، توقعك الشخصي مباراة اليوم. تعادل. ما في تعادل، لازم فايز. ضربة جزاء. الله يقويك دكتور. الله إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، شكرا للدكتور حامد الشيباني رئيس اللجنة الفنية تحديدا في البطولة. هذا اللي عندي يوسف، ممكن نرجع لك إن شاء الله إذا طلعت التشكيلة، تفضل. يعطيك العافية عبد الرحمن، أنتم كل الشباب الموجودين لتغطية أحداث المباراة النهائية بشكل خاص وأيضا البطولة بشكل عام. الأجواء جميلة. والله شوف الأجواء جميلة أمانة بحضور الواحد وده يلعب. أنا أقول لك ما أقول لك يكون متواجد، لا، اليوم الواحد وده يكون طرف من أطراف هذه المباراة، يعني واحد من اللاعبين اليوم. أكيد أكيد أكيد، المباراة هذه نفسها مباراة حماسية، والحضور أيضا يعطي دافع كبير، الكل سعيد بوجود دول الخليج، لكن أنا حزين على شغلة معينة الأمانة. يا رب ما الله لا يجيب حزن. لا لا، حزين على لا لا على شيء بسيط والله، حزين على عدم تواصل المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي. إحنا البطولة هذه بطولة خليج، يعني جمعتنا كلها واحدة، هذا اللي كنت حزين عليه الأمانة. أتمنى التواصل، أتمنى يكون مزيد من الصلح ما بين الكل الأمانة، لأن نبعد شيء عن شيء لا ندمج. احنا يمكن جمعنا الكل بدول الكويت علشان الصلح، علشان الرياضة، وتكون الرياضة جميلة ويكون الأوضاع كلها ممتازة. هذا اللي كنت حزين عليه، ولكن الله يجي في الخير إن شاء الله. الله يصفي نفوس. طبعا احنا نبعد يعني بشكل كبير الرياضة عن السياسة. شوف حتى في عمان ترى يتابعون، في عمان يسمعونك، شوف شلون جالسين الجماعة. عاد لشعبيه حلوه بعمان، انت معروف. نقول طبعا شكرا للشعب العماني، شكرا طبعا لكل الشعوب الخليجيه اللي تتابع طبعا قنوات الكاس الرياضيه وتغطيتها في هذه البطوله بشكل خاص، وايضا البطولات السابقه بشكل عام. ابو عبد العزيز، خلني اسالك يمكن شويه اسئله فنيه بوجهه نظرك الشخصيه.
اليوم احنا دائما في بطولات الخليج نكتشف لاعبين جدد، نكتشف مواهب بصراحه تبرز على الساحه. هل اكتشفنا هذه الاسماء او هل كان هناك اكتشاف لهذه الاسماء في هذه البطوله؟ شوف يوسف، خلينا نكون واضحين شوي اكثر. يعني البطوله هذه بالسابق كانت تنافسيه ولها طابعها خاص، حتى من ناحيه الاعلام تلقى في مانشيتات ممكن في لاعب ينتهي من بعد ما يقدم مستوى، ممكن الاعلام ينهي هاللاعب، ممكن لاعب يبرز من خلال الاعلام في بطوله كاس الخليج. خلينا نكون واضحين اكثر، البطوله هذه استثنائيه، الكل متواجد هنا وفرحان، مو علشان يحمل الكاس، علشان رفع الايقاف عن الكويت ومشاركة صحيح. فرحة الكويت هذا اللي كانت موجودة، لكن ما شفنا الـ 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 المواهب، ما شفنا النجوم. يمكن الوضع والحالة اللي كانوا سعداء في دول الخليج ما خلت تطلع هالمواهب، وجهة نظري قليلة كانت. أنا خلني يعني طبعا مقاطع كلامك، بس أنتقل مباشرة إلى راشد الشيذاني هناك في عمان. راشد مساك الله بالخير، اليوم أول مرة أنا أشوف الجماهير وراك والشاشة وراك، كلمني الأجواء. مساك الله بالنور والسرور. الأجواء جميلة هنا في عمان، أنا موجود اليوم في مركز عمان للمؤتمرات، وبالتالي حضور جماهيري كبير هنا في هذا المكان، الكل حاضر، الكل قاعد يتابع هذه المباراة، عندي عدد كبير من الجماهير أيضا موجودين يتابعون أو ينتظرون هذه المباراة اللي ما ساروا وما سافروا إلى دولة الكويت. ممكن ناخذ بعض الناس اللي حاضرين هنا ممكن يتكلمون عن المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباراة كيف تشوفها؟ المباراة فعلا راح تكون مباراة قوية بين الفريقين، بس المنتخب العماني إن شاء الله اليوم قدها بإذن الله. أوكي، لو مباراة اليوم النهائي مع الإمارات، أنت اليوم ما سافرت موجود هنا. نعم. كيف تشوف المباراة؟ المباراة والله راح تكون صعبة لمنتخبنا. يعني لحد الحين الفريقين تقريبا كفتين متساويات. دفاع الاثنين الفريقين دفاع قوي. اي نعم، ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا. كم تتوقع النتيجه؟ اتوقع ان شاء الله 2-0. ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. هنا بعض الجماهير، ولو تشاهد ايضا في هذا الجانب عندي عدد كبير من الجماهير حتى من الاطفال الحاضرين اللي ممكن يتكلمون عن او يتابعون هذه المباراه. راشد اقول يعطيك العافيه. يوسف في الاستوديو. راشد اذا تسمعني لحظه، اليوم انت يعني في المباراه النهائيه، خلني اخذ توقعك. انت دائما تسال الناس ايش توقعاتهم ايش اجواهم، انت اليوم شلون تعيش هذا اليوم؟ والله ايش اقول لك، انا 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 عن انا عن نفسي انا عن نفسي انا ما احب اتوقع المباريات النهائيه، ما احب افكر فيها ابدا واعتبرها وكانها مش موجوده. عندي واحد في الاستديو اي شيء يتوقع ترى يصير عكس. عندي واحد في الاستديو اي شيء يتوقع يطلع عكس. من صالحك ترى، من صالحك. فرج هذا رجل كبير على فكره، هو اليوم ما يتوقع ويسجل، بس هو يسجل. فرج توقع فوز المنتخب الاماراتي وعلى عكس توقعاته اللي كانت تصير دائما. يمكن اهل عمان اليوم يجهزون نفسهم. انت تتوقع راشد تتوقع؟ انا اتوقع كذي. ما قلت انت عمان الامارات تفوز؟ شوف انت قلت الامارات تفوز ولا ما قلت؟ تكتيكيا. بعد يبي يشرد من الجواب. حبايبي عمان يعطيك العافيه راشد، طبعا كل التوفيق للمنتخب الاماراتي ايضا للمنتخب العماني، وبالتاكيد طبعا الفائز راح نكون فرحانين له وبشكل كبير. عبد الرحمن اذا كان جاهز او عنده التشكيله او يعني ننتظره يعني حتى يجهز عشان يعطينا التشكيله. عبد الرحمن عندك الكلمه. شكرا لك يوسف. بعجالة سريعة، منتخب عمان تشكيلته الرسمية كالتالي: فايز بن عيسى الرشيدي في حراسة المرمى، أحمد بن مبارك الملقب بكانو، محمد بن صالح المسلمي، رائد بن إبراهيم صالح، خالد بن خليفة الهاجري، محسن بن جوهر الخالدي، سعد بن السيلم خيني، وكذلك فهمي بن سعيد بيت، وجميل بن سليم اليحمدي، ثم علي بن سليمان البوسعيدي، وحارب بن جميل السعد. هذه التشكيلة الأساسية بالنسبة لعمان. بالنسبة للإمارات: خالد عيسى في حراسة المرمى، أحمد خليل سبيت الجنيبي، ثم محمد صالح برغش، خليفة مبارك الحمادي، علي حسن البلوشي، مهند سالم العنزي، كذلك علي مبخوت،
ثم عمر عبد الرحمن عموري الملقب بعموري، ثم خميس اسماعيل وكذلك اسماعيل احمد ومحمد احمد غريب. هاي بالنسبه لتشكيله المنتخبين. بالنسبه لطاقم التحكيم، طاقم تحكيم من الكويت بقياده علي محمود شعبان بحكم الساحه، ثم حكم مساعد اول فارس هندي ويعقوب هلال السهيل، وحكم رابع من البحرين علي حسن السماهيجي. تفضل يوسف. يعطيك العافيه عبد الرحمن، كل التوفيق طبعا للاعبين، كل التوفيق ايضا لطاقم التحكيم الكويتي او بقياده الحكم الكويتي. نتمنى فعلا ان نشوف مباراه تليق بسمعه هذا الحدث. ابو عبد العزيز، اخر ثواني، كلمات اخيره. كلمات اخيره، بدايه احب اشكر جميع العاملين على قناه الكاس الامانه، واشكر المعدين محمد عنبر فيصل زيدان والمخرج عدنان حجازي والجنود المجهولين اللي خلف الشاشه اللي كانوا لهم الشغل طبعا، واشكر المراسلين، اشكر الكل، اشكر حسن البلوشي الامانه على الترتيبات وعلى وصول هني وترتيبات معي بكل الامور. طبعا شكر خاص حق يوسف، حق حسن، لا حق حسن، عاد ابو علي لك شكر خاص، انت ما قصرت وياي هني، واجبنا طول اسبوعين متواجد معاي ومقدم شيء حق المشاهدين، واشكرهم وان شاء الله. احنا اللي نشكرك على سعه صدرك، على طيبه قلبك اللي فعلا تعكس طيبه قلوب اهل الكويت، على حسن تعاملك ورقيك معانا، على استجابتك لدعوتنا. يمكن في اللحظات الاخيره يا احلى مشاهدين، دائما نبدا بابتسامه وننهي طبعا البطوله بابتسامه، ولكن في هذه الحلقه سنودع طبعا بطوله الخليج، ننتظر البطل بالتاكيد، ولكن ان شاء الله سيكون قبل اللعب يعني جولات اخرى ستعود مره ثانيه هذه البرامج للدورات في دورات اخرى سواء خليجيه او عربيه او حتى هنا محليا. اشكر كل المراسلين اللي تواجدوا في عمان، في الكويت، في العراق، ويعني في قطر هنا، ذكروني يعني اذا كنت ناسي. عبد الرحمن محمد شكرا، احمد مال الله، حماد، خالد القحطاني، عادل العنزي، جاسم حسين، راشد الشيذاني، ابراهيم الكواري، محمد الزيت، اسماعيل علي، امين شراد من العراق، صالح عبد الله، راشد سعيد، عبد الله الجبيسي، شكرا لكم على صبركم صراحه الكبير سواء علينا او حتى على الجماهير اللي متواجده هناك. ايضا في الاعداد محمد عنبر وفيصل زيدان الاساتذه، شكرا لكم على التنسيق والترتيب الكبير اللي قمتوا فيه. في الاخراج عدنان حجازي، اقول لك شكرا جزيلا لك. ابو علي طبعا الجندي المجهول اللي ينسق دائما كل الامور، ايضا المصورين الموجودين عاملين الصوت، فعلا شكرا جزيلا لكل من ساهم في انجاح هذا البرنامج هنا في قطر، وايضا شكرا لطاقم العمل الذي يعمل هناك كثيرا في الكويت لانجاح هذه البطوله وابرازها بافضل صوره. قنوات الكاس الرياضيه دائما عودتكم على التميز في نقل الاحداث، نتمنى ايضا ان نكمل كل هذه الامتيازات بتغطيه مميزه للمباراه النهائيه، ومن ثم ايضا باقي البرامج نتحدث اكثر واكثر فنيا عن مباراة الختام التي ستجمع المنتخب الإماراتي بالمنتخب العماني في مجلس خالد جاسم المجلس العامر بضيوفه الكرام والأعزاء على قلوبنا جميعا. لا تذهبوا بعيدا مشاهدين الكرام، فبالتأكيد خالد جاسم وضيوفه لهم تحليل فني كبير لهذه المباراة. نلقاكم إن شاء الله في بطولات أخرى. شكرا جزيلا لكم، شكرا أيضا لأبو عبد العزيز، ونلقاكم إن شاء الله في بطولات أخرى.